I'm the head of the Sheikh's government. And what was the cause of the trouble which happened when the foreign secretary was here on March the 2nd? That was an organized demonstration. It was anti-British, anti-Sheikh, and anti-me. حلول الذكرى 46 لاستقلال البحرين أثارت العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة استقلال البلاد وانسحاب المستعمر البريطاني منها في العام 1971، وعما إذا كانت السياسة البريطانية في البحرين قد تغيرت لمرحلة ما بعد الاستقلال. هذه التساؤلات أثارها تكتل المعارضة البحرينية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة البريطانية لندن، وشارك فيه جمع من الناشطين البحرينيين والبريطانيين. طبعا أنا أعيد بالذكر الكلمة اللي قالها ملك البحرين قبل 4 سنوات إلى البريطانيين: من طلبكم بالرحيل؟ مثل ما ذكر والده السابق، يعني هم رجعوا بالخيار العسكري، بالخيار الأمني، بالخيار، هم كل شيء بسيط وكبير في الدولة بيشوف إن في بصمة بريطانية في اللي قاعد يصير في الوضع، فهم ابتعدوا أساسا حتى يرجعون. غير أن هذا الإصرار البريطاني في السير على ذات النهج الاستعماري في التعاطي مع ملف البحرين يبدو أنه في طريقه نحو الزوال. I'm so inspired by all of the people that I know who have endured so much and keep fighting, and that's got to be the most driving force, right? I think that change is on its way, and we see that every day in our lives. هذا التحول في السياسة البريطانية الذي يبدو في نظر البعض حتميا سيستغرق وقتا طويلا قبل أن يترجم على أرض الواقع بحسب البعض الآخر. I think it's just a matter of time before the British media pick up on this and therefore apply some sort of pressure on the British government to do more for in terms of human rights policy for Bahrain. إشكالية العلاقة البريطانية مع البحرين والتي تحكمها قرون من التحالف الخليفي البريطاني ستظل عصية على الحل ما لم تحصل تطورات دراماتيكية في منطقة الخليج أو في بريطانيا تسمح بتغيير قواعد هذه العلاقة. We have long-standing relationships with the Gulf that enables us to engage with them on difficult issues like human rights, but it's only because of those relationships that we're able to do that.